بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدقوا ما عاهدوا الله، يعني وفوا العهد الذي قطعوه أمام الله على نفوسهم بأن يبلوا في سبيل نصرة الإسلام البلاء الحسن ولو أدى ذلك إلى استشهادهم. فمنهم من قضى نحبه، يعني منهم من أدى العهد ومات. النحب هو إيه؟ النحب في الأصل هو النذر. فمنهم من قضى نحبه، يعني أدى نذره بأنه يقاتل حتى كذا وكذا، لكنه استعمل فيما بعد في الموت. بعد ما كان نذر بقى إيه؟ بقى موت. إيه العلاقة بين النذر والموت؟ أم قال لك يعني إذا نذرت فاجعل النذر ثمنه الحياة. اجعل النذر ثمنه الإيه؟ الحياة. فكأنك لا تقضي النذر عليك إلا بأن تموت. يبقى إذن تدفع عن النذر بتاعك حياتك. أدي قضى إيه؟ نحبة. وده معناها. طب إيه يعني المجيء التعبير ليه؟ قال لك لتعلم أن الموت يجب أن يكون منك نذر. اندر إنك تموت، اندر، بس تموت في إيه؟ في نصرة الحق وفي سبيل الله. الله. فكأن المؤمن هو اللي يندر إنه يموت، وكأن الموت عنده مطلوب ليكون في سبيل مين؟ في سبيل الله. ليه؟ قال لك لأن المؤمن إذا استصحب هذه يشوف الناس اللي قدامه من أول آدم، ما شافش حد أبدا ما ماتش، يبقى كأنه ساعة ما الحياة تغره كده يقول لك لا اندر يا واد إنك تموت. أنت اللي تقول اندر إنك تموت. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. الناس فاهمين انهم هيموتوا قطعا، انما برضو يعني لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. والمؤمن يقول ده المدة يجب أن يكون نذرا مني، بس أموت في إيه؟ أموت في سبيل الله. ليه؟ أم قال لك لأنك ضحيت بحياة مصيرها أن تنتهي قطعا، ودي أنت شايف اللي قدامك مش كده، إلى حياة لا تنتهي. يبقى مين اللي كسب؟ يبقى أنت اللي كسبت، كسبت حياة إيه؟ ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى قال: ما تحسب، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم. لأن الرزق ده سمة الحي، اوعى تقول حياة يعني كده، ده حياة هو بيأكله ويشربه، حياة هو بيأكله ويشربه، أحياء عند ربهم إيه يرزق. يقول لك بقى أنا لو جيت لواحد شهيد في معركة وفتحت عليه كده التربة اللي هو مدفون فيه ألاقيه حي؟ قال لك هو أحياء عندك ولا عند ربهم؟ بالحياة عند ربهم، لما تسك عليه يبقى حي. انت ما تاخدش قانونك وتوديه هناك، خليك في قانونك انت. ولذلك يقول لك ايه، المؤمن ما دام يرى ان المد امر ضروري يجب ان يعتقد كما قاله العارفون: الموت سهم ارسل اليك انطلق، وعمرك بقدر سفره إليك.
هيجي بعد يوم بعد اثنين بعد ثلاثة، إنما السهم انطلق ولا ما انطلقش؟ يبقى الموت سهم أرسل إليك، وعمرك بقدر سفره إليك. خد بقى من القرآن لما يعالج الحتة دي بقى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. تبارك الذي الذي خلق الموت والحياة، قدم الموت على الحياة حتى لا تستقبل الحياة بغرور الحياة إلا وقبل أن تستقبلها تستبلق نقيضها وهو الموت. ما شاء الله يا مولانا، الله يكرمك. ما شاء الله. اوعى تاخد من الحياة انها حياة، خد الموت الأول. وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا اي تبديل، ما تخذلوش في اي حاجه. ما اللي يندر بقى ان يدخل المعركه وبتاع، ما يمكن يجي فرصه كده يزغم المعركه ما يدخلش او في المعمعه او لا، ما بدلوش، بل حرصوا عليها. ليه؟ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. شوف من رحمته حتى في المنافقين، قال إن شاء. يا سلام يا سلام على رحمة الحق بالخلق. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا. إحنا كنا زمان تعرضنا لكلمة غفور ورحيم، قلنا بيجتمعوا الاثنين مع بعض، غفور يعني غفور لنقيصة قبح، ومش بس كده، ويمد يده بالإحسان. احنا زي الرجل اللي دخل ولقى اللص عنده في البيت، لقى اللص عنده في البيت، قام عمل ايه؟ قال له يا شيخ انت باين ابن الناس طيبين، وانت شوش كده ومش عارف ايه بتاع، يا شيخ ايه، روح لحالك مش عامل، واسمع خد استعين بها معنا. يبقى غفر ورحم، ومرة يرحم اولا زي ما قلنا انه دخل، ام لقى الواد اللي قاعد بيسرق مجهز الشنطه وحاطط فيها الحاجات بتاعته، وبعدين راح لقى كيكه ولا بتاع اكل كده، وقف يا ايه ياكل، عرف انه جعان، قال له كمل اكلك كمل اكلك. وبعد ما خلص اكله قال له غسل ايدك ومش عارف ايه، قال له روح يا ابن الحلال لحال سبيلك، وانا سبقت الرحمه، القليل ان تسبق الرحمه الايه المغفره، والكثير ان تسبق المغفره الايه ان تسبق المغفره الرحمه. بس يشترط إن اللي يغفر يكون أعلى. فإذا جاء الخادم وستر عن سيده قبيحا، هيقال غفر له؟ لا ملوش لأنه. طب اللي أقل مال بالإحسان إلى الأعلى، هيقال رحمه؟ طب ما يمكن بيديله عوض عما قدم له، ولا يمكن بيديله عشان حيديله وياخد منه تاني. يبقى إذن المغفرة والرحمة لازم تكون من مين؟ من أعلى. ورد الله الذين كفروا بغيظهم. الغيظ هو إيه؟ احتدام حقد القلب على مقابل منافس، لأنهم ما أدوش حاجة، جم عملوا إيه؟ مشهم ولا حصلش حاجة، وربنا ردهم، قالوا والغيظ موجود. طب ودي والغيظ موجود ايه؟ وقال لك ما دام الغيظ موجود يمكن يفكروا حاجه تانية. ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راحوا ومشوا قال لا يغزونا ابدا بل نغزوهم نحن، انتهت المساله. وقد كان فتحت مكه وتعمل وانتهت المساله. ورد الله الذين كفروا بغيظهم. لم ينالوا خيرا، أي الخير المطلق، لا، لم ينالوا خيرا كانوا يبتغونه، وإن كان شرا يراد بالإسلام. وكفى الله المؤمنين القتال. مش ردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا بسببكم انتوا عملتم، ربنا كفاكم القتال. صحيح حصلت مناوشات بسيطة كده، إنما مش على قد حجم المعركة، كانت معركة إبادة، لأنهم دول 10,000 ودول 3، مسألة يعني واضحة. وكفى الله المؤمنين القتال. ومدام ردهم بغيظهم
وكفى الله المؤمنين القتال، يبقى ما هو السبب الأساسي في النصر؟ وكان الله قويا عزيزا، مش عايز قتالكم، ينصركم كده من غيرها. طب دول القريش ردهم بغزهم هم وأحلافهم، هات بقى التانيين اللي هم جايين متول بنو قريظة. وأنزل الذين ظاهروهم اللي هم بنو إيه؟ قريظة، من صياصيهم من قلاعهم وحصونهم. وأنزل الذين ظاهروهم عاونوهم من أهل الكتاب هم بنو قريظة، من صياصيهم أي قلاعهم وحصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب. والرعب جند من جنود الله، الرعب جند من جنود الله. ولذلك يبقى يقول لك عدد كبير، وده مش عارف، يقول لك ده يكفي ان ربنا يقذف في قلب العدو الرعب. ساعة ما يقذف في قلب العدو والرعب يحسبون كل صيحة عليه، خلاص تنتهي المسألة. مش بيحدثوني انهم انهم جابوا الاسواك وبيعملوا كده، هم قال لك ده بيسنوا اسنانهم هياكلوني. ربنا نطرهم بالرعب. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون اللي هم المقاتلين بتقتلهم، وتأسرون فريقا اللي هم الزرار والنساء والأموال ومش عارف ايه، وده اللي حصل صحيح. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، لسه حيديكوا حاجات كتير. وكان الله على كل شيء قديرا. انتهت مسألة الأحزاب وبني قريظة في التعبير القرآني. بقي علينا أننا نستعرض القصة بفلسفة أحداثها. القصة فيها بطولات متعددة، البطولات المتعددة كل واحد له دور. حيي بن أخطب ده بتاع قريظة، وسلام بن أبي الحقيق هم الذين ذهبوا إلى قريش في أماكنه وقالوا قد جئناكم لنتعاون معكم على إبطال دعوة محمد، فانتوا تجلنه وإحنا ننزل لكم من فوق، انتوا تجوا من أسفل وإحنا ننزل من فوق ونحوط عليه ونعمل فيه العملية دي. فقريش فيها بعض التعقل، فقالت لحيي بن أخطب وابن أبي الحقيق، قالوا له نريد، أنتم أهل الكتاب وأعلم بأمر الأديان، فديننا الذي نحن عليه خير أم دين محمد؟ قال أنتم أصحاب الحق. قريش لما سمعوا منهم هذا الكلام، لولا وجود الأهواء التي تلون الرأي، ما هو آفة الآراء إيه؟ الهوى. كان يجب أنهم يناقشوا هذه القضية. طب دولي لم قبل ما يجي سيدنا رسول الله بالبعثة كانوا بيقولوا يطل علينا زمن نبي نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم، لأن دول أهل كتاب ودول وثنيين. بقى ما يكونش في التسر دين، وقالوا طب إزاي غيروا رأيهم؟ وقالوا إحنا أهدى، ولذلك يفضحهم الله جميعا. فيقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ طب ده انتوا كنتوا تستفتحوا عليهم. فادي اول مساله تغيب فيها العقول، والراي يفسد بالهوى، لانهم ما صدقوا ان حد يحط ايدهم في ايده عشان يقضوا على دعوه محمد، والا لو كانت المسائل بتدرس كانوا يقولوا انتوا كدابين. طب ده انتوا كنتوا بتقولوا لنا كذا وبتقولوا لنا كذا وبتقولوا لنا كذا وبتقولوا لنا كذا، انما الهوى ايه عمل ايه في القضاء على محمد خلاهم يستمعوا له. فالهم جمعوا كل احلافهم
من بني فزارة وبني مرة وغطفان وبنو أسد وبنو الأشجعيين، كل دول واجتمعوا، ودوكهم جابوا من فوق بقى الله، واجتمعوا. حينما اجتمعوا الحق سبحانه وتعالى يعطي لكل واحد دورا. أول دور في المعركة كان لرجل ليس من العرب وهو سلمان الفارسي. سلمان الفارسي اللي قضى حياته في تجوال للبحث عن حقيقة الدين، يروح ويقعد في البيعة دي وفي الكنيسة دي ويقعد يقابل الراهب ده ويقابل المحامي، لحد ما راح فين؟ المدينة، وصادف بعث رسول الله وآمن به. يقوم سلمان أول بطل بقى من أبطال الله. ليه؟ قال له يا رسول الله كنا إذا حزبنا أمر الجهاد مع ذائنا، يعني في فارس، خندقنا يعني عملنا خندق بيننا وبين اللي يجي، فأشار بالخندق، فالنبي قعد يوزعهم بين المهاجرين والأنصار. فنظرا لأن الفكرة فكرة سلمان، المهاجرين عايزين ياخدوه في صفهم والأنصار ياخدوه في صفهم، فالنبي قال لا، سلمان منا آل البيت. شوف النشان اللي خده. يبقى إذا نحن نعرف أن الحق سبحانه وتعالى يعد لنصرة الحق من جهة الباطل، أهي فارس أهي، شوف من أمتى ومين اللي جاب فكرة الخندقة في فارس وخلاها تطرأ على بال سلمان، وبعد ذلك يجي يطبقها هنا. احنا لا شفنا اللي عملوا خندق في فارس، الراجل قال كده، اهي دي برضه جنود احنا ما شفناهاش. علشان نعرف ان الحق سبحانه وتعالى حينما يقول واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يبقى قلبه فيه كذا، انما ربنا ايه؟ يحوله لصالح الايمان. احنا اتكلمنا فيه دي عند مين؟ عند فرعون، حينما كان يذبح الابناء ويذبح الايه ابناء ويستحي النساء. طب انت عمال بتدور على المولودين وتقتلهم، جالك وليد في صندوق ولقيته في اليم، ما تعرفش ان اهله عم بيبعدوه عن الخطر، تقوم انت تاخده وتربيه حتى تقول فيما بعد اولم نربك فينا وليدا، بقى يجي لك لحدك وبرضه تربيه القرة عين ليه ولك ومش عارف ايه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يدي العناية من جانب من يظن بالعناية. ولذلك يقول لك اذا لم تصادف في بنيك عناية فقد كذب الراجي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، موسى السامري، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. ادي اول بطل سيدنا سلمان. طيب وتاني بطل، التاني بقى اللي نشوفه كده اللي عمل كده، قام قال لك بص بقى كده، تقوم تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه شخص اسمه ابن مسعود الأشجعي، نعيم ابن مسعود الأشجعي، قال له يا رسول الله لقد مال قلبي إلى الإسلام ولا أحد يعلم ذلك من قومي. فقال له الرسول وما تغني أنت، هتعمل إيه أنت واحد، ولكن خزل عنا، ما هم عارفين انه وياه انت وياهم بقى، خزل عنا. خزل عنا يعني ايه؟ يعني خليهم كده، قول لهم ده اخويا مش عارف ايه، اعمل اي حاجه ابعدهم عنا. انظروا بقى الى انسان كان كافر واسلم في اليوم دي، ويروح للنبي عليه الصلاه والسلام ويقول له، فيهدي الله رسوله إلى أن يقول له خزل عنا. خزل عنا يعمل إيه؟ طب فكر كده يعمل إيه نعيم بن مسعود؟
قال بقى المسألة إن فيه ناس جايين من أسفل وهم قريش وأتباعهم، وجايين من أعلى من فوق اللي هم بنو قريظة وأتباعهم. أنا عايز إيه؟ أدخل بالدسيسة بينهم. فذهب وقال لأبي سفيان: يا أبا سفيان، أنا صديقكم وأنتم تعلمون مفارقتي لدين محمد، ولكني سمعت همسا أن بني قريظة تداركوا أمرهم مع محمد، وقالوا إن قريشا وأحلافهم ليسوا هنا، فإن صادفوا نصرا ينتصروا، منهزما يفروا إلى بلادهم، ثم يتركون بني قريظة لمحمد. ولذلك قالوا احنا مش هنتقاتل وياكم، وعايزين نرجع للصفا مع محمد، فإن كنتم عايزين نفضل وياكم أعطونا 10 من كبرائكم رهن عندنا عشان يبقوا عندنا، إن انهزمتم يبقوا دول عندنا. أبو سفيان سمع هذا الايه الكلام، وراح لمين؟ الجماعة التانيين، قال لهم بقى أنتم المقيمين هنا، ودول حييجوا ليسوا بموطنهم ولا مقرهم، وحيسيبوا المسألة بأي شكل ويروحوا، وبعدين محمد يفضلكم، فإن كنتوا بقى عايزين تفضلوا معهم على العهد وتحاربوا محمد اطلبوا منهم رهائن. ما هو ده فكرة هنا؟ فلما ذهب أبو سفيان يتكلم مع بني قريظة فقال لهم: هلك القراع والخف، يعني الخيل والإبل، ولسنا بدار مقام لنا، فهيا بنا نناجز محمدا، لأن احنا خلاص ما عادش عندنا صبر. قعدوا كذا ونيف وعشرين يوم، قالوا له: والله ده اليوم يوم السبت، نحن ما نفسدش ديننا علشان، وعلى كل حال احنا مش هنشترك معاكم الا ما تدونا 10 من كبرائكم ويانا علشان كذا وكذا. الكلام اللي الله الكلام صادق. يبقى نعيم ابن مسعود من جنود هذه المعركة ولا مش من جنودها؟ ابو سفيان سمع الكلام ولقى انهم قالوا مدونا 10 من اشرفكم وعلشان يبقوا رهائن عندنا، يبقى الكلام صح. فماذا قال؟ جمع القوم وقال: الارض ليست ارض مقام لنا، وقد هلك الخف والحافر، فهيا بنا نرتحل اني مرتحل. قالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن مسعود الأشجعي وأخبر رسول الله لقى الجو ساكت كده، فقال: ألا رجل منكم يذهب فيحدثنا ما يحدث الآن عنه وهو رفيقي في الجنة؟ شوف بقى لما الرسول يقول ما فيش واحد منكم يروح في وسط الجم يندس فيهم ويشوف ايه المسألة ايه اللي جرى فيها ويبقى رفيقي في الجنة، من الذي لا يرضى ان يكون رفيقا لمحمد؟ فلم يقم احد، دل على ان الهول كان صعب قوي. جه واحد اسمه حذيفة قال: انا يا رسول الله. فذهب إلى هناك وقال: اذهب. لا ما قالش أنا، الرسول استدعاه كلفه تكليف بقى ما عادش قام. قال حذيفة: ولكن رسول الله قال لي لا تحدث أمرا حتى ترجع لي. فلما ذهبت وتسللت ليلا وجلست، أبو سفيان جايب النبأ من بني قريظة بقى ويريد أن يرحل، فقال:
ليتعرف كل واحد منكم على جليسه. خاف برضه يكون حد ايه. فشوف بقى حذيفه اللباقه بقى يعمل ايه. قال فاسرعت وقلت لمن على يميني من انت؟ قال معاويه بن ابي سفيان. وقلت على يميني من انت؟ قال عمرو بن العاص. هم ما سالوش، هو اللي رعشهم وايه وسالوا. فسمع ابو سفيان بيقول لهم هلك الخف والحافر وليست الأرض دار مقام، فهيا بنا وأنا أولكم. وركب راحلته وهي معقولة، مش فك العقال بتاعها وركب من 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 التسرع بتاعه ركب الإيه، ركب الراحلة وهي معقولة. فتقوم كده محل العقال بقى وهو إيه وهو ماشي. وذهبوا. ايه اللي حصل؟ الحق سبحانه وتعالى جاب الجنود اللي لم يروها بقى. الليله كانت برد قوي والريح شديد قوي، فاول حاجه عملتها جنود الله عملت ايه؟ راحت جايه على العمود بتاع الفساطيط بتاعتهم الخيام وراحت حملها، وعلى الحبال اللي شده راحت قطعاها، وعلى الاوتاد اللي مثبته راحت مسعله، وعلى القدور راحت كفياها، والسفي والدنيا والايه والمساله بقى. ادي جنود ربنا. ولذلك قال وكان الله قويا ايه، وكان الله قويا عزيزا. الحق سبحانه وتعالى حين رد الكفار بغيظهم اراد ان يتحول الامر الى من؟ دول الكفار راحوا بقى هنا يروح لبني قريظة. فلما رجع رسول الله من الأحزاب لقيه جبريل فقال أوضعت لأمتك يا محمد ولم تضع الملائكة لأمتها للحرب؟ اذهب فانتصر لنفسك من بني قريظة. فقال رسول الله للقوم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في ايه، الا في بني قريظة. فالصحابة اعدوا نفسهم لحد ما يروحوا لبني قريظة. جاء الوقت يقرب من المغرب فقال قوم ان الشمس تغيب فلنصلي العصر، وقال قوم لا لقد قال رسول الله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلفوا، ناس صلوا وناس إيه ما صلوش. فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكوا له الأمر أقر الفريقين. هكذا قال التاريخ، يعني صوب هذا وصوب هذا. القوم الذين صلوا ألم أن رسول الله أراد أن يستعجلنا، إنما ما يفوتش الوقت. لكن القوم التاني قال ده قال في بني قريظة. إحنا بعدين لما جينا نعرض المسألة وجدنا أن هذه أعطتنا فكرة عن الاجتهاد في الإسلام. الاجتهاد في الإسلام كل حدث له زمان وله ايه مكان. العصر زمانه امتى؟ حيث يصير ظل كل شيء اسلام، وينتهي امتى؟ بالمغرب. ليس معنى هذا انك انت تأجل العصر لحد اخر الوقت. ان عشت وصلت العصر في اخر الوقت خلاص ما فيش حاجه، إنما من يضمن لك أن تعيش؟ إذن تأسم في آخر لحظة من لحظات حياتك زي اللي موسع عليه ولا يحجش. نقول هو ما يأسمش دلوقتي، إنما يأسم في آخر لحظة إن فضل وعاش لحد ما يحج كويس، إنما من يضمن إنه هو إيه؟ ولذلك كان رسول الله يقول خير الصلاة لوقتها، ما تضمنش، يمكن تجري الإنسان نوبة الموت وهو إيه
ويموت، وبعد ذلك يموت وقد مر عليه وقت يسع الصلاة، يبقى إيه؟ يبقى آسف. إذن فليس معنى امتداد الوقت إباحة أن تؤخر، ولكن إن عشت إلى قبل أن ينتهي الوقت وصليت يبقى خلاص نفدت، إنما إن مت قبل يبقى تأثم. كلام حال كل حدث قلنا أنه يحتاج لإيه؟ لزمان ومكان. فمن نظر إلى الشمس فإذا بها توشك أن تغيب نظر إلى الزمان، ومن نظر إلى بني قريظة والصلاة فيها نظر إلى المكان. إذن فكل اجتهاد أخذ جانبا من جوانب الحدث، ولهذا أقر رسول الله هذا وأقر إيه؟ وأقر هذا. المسألة بتاعت الأحزاب فيها بطولة تانية، وهي بطولة علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كان في المعركة ولابس الدرع ومعد نفسه للحرب كويس، وبعد ذلك الخندق كان فيه نقطة فيها ضعف شوية، فاجترأ المشركون وقذفوها كده بخيولهم، فلما قذفوها بخيولهم وقعوا في الناحية التانية، فجالت بهم الخيل في السبخة بين الخندق وجبل كلع، فوقف واحد اسمه عمرو بن ود العامري، أشجع واحد في العرب، كانوا يعدونه في المعارك بألف، لما عدوه بألف وقف وداعي من يبارز، فقال علي أفاعله يا رسول الله؟ قال إنه عمرو اجلس. فرد الرجل أين جنتكم التي وعدتم بها من قتل في هذا السبيل؟ أجيبوني. الله المسألة. فعلي قال له يا رسول الله أفاعله؟ قال أفاعله. يلا روح. رسول الله كانت له درع، الدرع دي اسمها ذات الفضول، يعني درع سابغة على أصلها بقى. فألبس رسول الله علي بن أبي طالب درع الفضول، وأعطاه سيفه ذا الفقار، وأعطاه عمامته السحاب. عمامة رسول الله السحاب دي كانت تسعة أكوار، يعني إيه؟ وذهب. فلما لقيه عمرو ضرب الدرقة فشقها، فأخذ علي رضي الله عنه سيفه وضربه على عاتقه فأرداه قتيلا، فقال ساعة وقع الله أكبر سمعه رسول الله فقال قتل عدو الله. ثم حدثت زوبعة العسير، العسر اللي هو غبار الحرب لما الدنيا تخين كده والتراب يئيك، فحجبت المعركة. فسيدنا عمر ذهب علشان يشوف الايه كده، فوجد عليا رضي الله عنه يمسح سيفه في درع عمرو بن ود، فقال الله أكبر، فقال رسول الله قتل وأيم الله. قال رسول الله لو لم يكن لك يا علي غيرها في الإسلام لكفتك. ولذلك قال أهل العارفون بالله كأن عليا رضي الله عنه حسد حين قتل عمرو بن ود، فأصابته العين في ذاته،
فقتل بسيف ابن ملجم. ولذلك قالوا أعز ضربة في الإسلام ضربة علي لعمر بن ود، وأشأم ضربة في الإسلام ضربة ابن ملجم لعلي. هنا شيء آخر وهو حذيفة، حذيفة بن اليمان، جاء واحد اسمه أوس بن النضر وضربه على عاتقه فشك هذه، فنظر الجرح، قال حذيفة، لا معاذ، معاذ قال معاذ: اللهم إن كانت هذه آخر موقعة بيننا وبين قريش فاجعلني شهيدا. سعد بن معاذ، سعد بن معاذ سيد الأنصار. وإن كنت تعلم أنهم يعودون فأبقني لأشفي نفسي ممن أخرج رسول الله وآذاه، ولا تمتني حتى أشفي غليلي من بني قريظة. وقد كان بني قريظة أعدت المسألة 25 يوم، وبعد ذلك حصلت المفاوضة، فقالوا بنبعت مين؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ لما روح قال رضيه رسول الله حكما، فلما رضيه رسول الله حكما حكم إن المقاتلين يقتلوا والزراري والنساء والأموال تسبى، اللي هي فريقا تقتلون وتأسرون إيه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد حكمت عليهم حكم ربك من فوق 7 سماوات. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تفؤوها. دي بشارة على أن كل أرض بقى تفتح في الإسلام. ولذلك كلمة لم تطؤوها، مش كل أراضي اللي هتدخل في الإسلام تاخدوها فتح، هتيجي لكم كده من غير فتح. ولذلك الجمهرة الإسلامية في الشعوب الإسلامية لم يدخلها فتح إسلام، بل جاءت بالأسوة السلوكية من القوم الذين يهاجرون من المسلمين ويعطون صورة صحيحة عن الإسلام عند هؤلاء. أدي وأرضا لم تطؤوها، يبقى معناها علشان نرد على مين؟ على اللي بيقولك ده الإسلام إيه؟ انتصر بالسيف. نقول له طب شوف جمهرة الإسلام في البلاد التي فيها الإسلام، تجد لم يدخلها إيه؟ سيف. وبعد ذلك لما نيجي نحلل البتاع نقول له طيب ده المسلمين قعدوا ضعاف كذا سنة لا يستطيعون حماية أنفسهم، فمن حمل السيف ليجعل الذين بادروا إلى الإسلام في الضعف يؤمنوا به؟ مين اللي حمل عليهم سيف؟ ده كانوا ضعاف وما قادرين يعملوا حاجة. ده عمر لما نزل قول الحق سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر قال في نفسه: أي جمع هذا؟ وإحنا قادرين نحمي نفسنا؟ يبقى كيف يقال إن الإسلام انفتح بالسيف؟ من الذي حمل السيف على أول الناس إسلاما مع أن اللي أسلموا كلهم ضعاف لا يستطيعون حماية إيه؟ حماية أنفسهم. وأيضا لو أن الإسلام جاء بالسيف
لكان كل بلد دخلها الفتح يبقى كل الناس مسلمين فيها، ولو كل الناس مسلمين فيها يبقى ما فيش جزية. لكن بقاء الجزية على من لم يؤمن دليل على أنهم ما قالوا لهمش أمنوا، إلا عايز يفضل على دينه يفضل على دينه. بس كما أن المسلم يؤدي لبيت المال شيئا مقابل ما يؤدى إليه من خدمات، تبقوا أنتم تعملوا كده أنتم. فبقاء الجزية في هذه البلاد أنتم بتاخدوها سبة، إحنا بناخدها لا، ده دليل على أننا أقررناكم على أديانكم ولم نتدخل، وإنما حمل السيف فقط لحماية الاختيار في الدعوة. أنا هعرض مبدأ الإسلام، اللي هيعارضني أقتله، سيبوني أقول مبدأ الإسلام، وبعد ذلك اللي يؤمن على العين والرأس، واللي ما يؤمنش يفضل في ذمتنا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الله، إيه النقلة دي بقى من حرب الأحزاب وحرب بني قريظة، وبعدين يقول يا نساء النبي؟ قال لك ليه؟ لأنه قال وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، يمكن دي معناها إيه؟ إن بقى أول يقولوا عايزين بقى نتمتع ونسألوا رسول الله النفقة وعايزين نعيش مش عارف إيه وإيه، فجي دي تيجي بعد إيه؟ عشان تقطع تقطع الكلام في إن الإسلام إنما جاء ليحقق مزية لرسول الله أو لآل رسول الله، ما عندناش كده. ولذلك لا تصح الزكاة حتى لأحد من بني هاشم. الله، فإذا ده دليل على أن الإسلام ما جاش عشان يحقق إيه؟ يحقق منفعة لمين؟ لأحد أبدا. فالمجيء الآية دي يا نساء النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن طب مين اللي جاب الحكاية دي؟ قال إن كنتن، ده لازم حصل كلام. إيه الكلام؟ قال لك ما عمر قال اجتمعوا يسألنا رسول الله النفقة ويوسع عليهم. من إمتى بقى؟ يمكن لما قال الحكاية، ما هو النبي قال ما عادش هيقدروا يغزوني وخلاص، وربنا قال هتاخدوا الأموال وتاخدوا البتاع. قال لا، الحكاية مش إيه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فدي مش عندي، تعالينا أمتعكن، أديكم متعتكم الشرعية وأسرحكن صراحا جميلا، وروحوا اطلبوا المسألة دي من أنتم عايزين. كلمة فتعالينا دي تدل على إيه؟ تعالينا احنا بنقول عليها أقبلنا، تعالى يعني إيه؟ أقبل. لا، تعالى دي معناها ارتفع عن مناهج البشر والأرض إلى مناهج خالق البشر وخالق الأرض. ارتفع، ما تاخدش أمور البشر على أنها هي اللي تعمل السياسة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا يعني إيه؟ ارتفعوا عن قوانين البشر وقوانين الأرض إلى قوانين السماء. ليه؟ لأن يشترط في من يضع القانون أن لا يفيد من هذا القانون، ويشترط في من يضع القانون أن يكون ملما بكل جزئيات يتعرض لها القانون. والبشر مهما كانت لهم قدرة فإنهم يعرفون شيئا ويجهلون أشياء، فلا مقنن إلا الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.